ولكن اظن نخليوها تبرد. ولكن حنا مادام كان مثل الساكنه ديال بوعد وكان دافع على المصالح ديال الساكنه ديال بوعد، من حقنا نخليو الجلسات كلها مفتوحه، حيت حنا ما كندافع غير عليهم، حتى الساكنه ديال بوعد من حقهم يعرفوا المآل ديال المطالب ديالهم ديال المشاريع اللي كديرها الجماعه. يعني مادام حنا عندنا واحد النوع ديال الشفافيه وعندنا واحد النوع ديال الديمقراطيه، نخليو كلشي مفتوح. مرحبا اللي بغى يجي يحضر ويسمع ويعرف المجلس ديالو، الناس اللي صوت عليهم مثلا شنو كيدافعوا عليه، هذا ما حقنا مزيان. وكنشكر السيد الرئيس. بالنسبه عاوتاني لهذا النظام الداخلي، الحقيقه هذا النظام كيف قلت في الاول متقدم عن سابقه اذا عندي واحد البند، اذا كان الساده الاعضاء يوافقوني فيه، وهو نعطيو واحد الحق لكل مواطن او جمعيه تنمويه اللي كاينه في تراب الجماعه باش تحصل على المعلومه. يعني خصنا نفتحوا باب المعلومه، مواطن جاي يبغى شي معلومه نعطيوها له، ولكن مع احترام حقوق الغير. حقوق الغير نحترموا، هذا ما عندناش في القانون الداخلي. الى الاخوه المستشارين يتفقون، انا عندي اقتراح. وكنشكركم جميعا ومرحبا بكم كاملين، ونهار كبير تعرفنا على الاخوان والاخوات الاعضاء اللي ما كناش كانوا يحضروا معنا باش كنا نكتب، وان شاء الله نطلب الله نزيدوا الخدام. وكنشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدي عفوي، شكرا سيدي الرئيس، وشكر سيدي الخطيب، الساده الاعضاء، السيدات المستشارات المحترمات، الخطب الكريم. السؤال ديالي راه تطرق ليه السي من عمار ملون، غير على حساب الوقت ديالو جوج ونص، ما خصناش نلتزموا بها، خصنا نديروا بعدا اضعاف الايمان على ثلاثة ونص، ونحترموا يوم الجمعة. يوم الجمعة راه فيه الصلاة، راه الناس كاين اللي مريض بالسكر، كاين هادي ما حتى باش يدوز للدار ياكل ولا يدير شي حاجة ما يقدرش. هذا هو السؤال ديالي، وشكرا سي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا السيد الرئيس، السيد القائد، الاخوان والاخوه اعضاء المجلس الموقر، الساده وكيل وسائل الاعلام وممثلي المجتمع المدني والسكن الجماعي. بدايه بغيت لو سمحتوا نهني الاخوات والاخوه اللي حضروا التقاليد الساكنه في الامتحانات الاخيره، وكذلك التهنئه موصوله لكم السيد الرئيس وللاخوات والاخوه اعضاء المكتب، اللي كنتمنى له التوفيق والنجاح لتحقيق كل التطلعات وانتظارات ساكنه الجامعه. مداخلتي فيما يتعلق بهذه النقطه الاولى المتعلقه بالنظام الداخلي، عندي بعض الملاحظات اللي نحاول نساهم من خلالها في تجويد هذا المشروع اللي هو الحقيقه في المستوى، واعتقد بانه هو استمرار النظام الداخلي للمجلس السابق، لانه تقريبا ما فيش شي تغيير، حتى بعض الاخطاء اللي كنا ما رديناهاش البال في المجلس السابق نقلت بالخطا. اول ملاحظه في الماده الاولى، هنا كتهضروا بانه وذلك خلال الدوره العاديه المنعقده بتاريخ، يعني التاريخ مصادقه على هذا النظام الداخلي، يجب ان نشير الى الدوره المنعقده اليوم اللي هو 8 اكتوبر 2021. الملاحظه سبقوا لي الاخوان في الماده 6 الاخ ميمون السي يعقوبي، هو بعدا غير باش نكون واضحين بان النظام الداخلي هو كيوضح وكيكمل القانون التنظيمي 14113، وبالتالي فالقانون التنظيمي 14113 يلزم المجالس الجماعيه بتحديد المده الزمنيه لكل دوره، وكذلك وقت انتظار الاشغال ديال الجلسه، وكذلك الوقت اللي ترفع فيها الجلسه. وبالتالي فاحنا لا خيار لنا الا ان نحدد الوقت الذي نراه يناسب اعضاء المجلس للاجتماع والتداول في النقاط التي ستتقدمون بها خلال الدورات المقبله ان شاء الله. وبالتالي فهذه النقطه هذه نفس الملاحظه اللي قدموا بها الاخوان، ان الساعه 2:30 يعني غير مناسبه، فانا كنعتقد بان الدوره اللي تعقدت في اكتوبر سنه 2015 واللي خدينا فيها المقرر، ف كنعتقد ان ذلك كانت مازال ما ضفتش الساعه، يعني كانت الساعه 8:30 كان وقت مناسب، يعني بحال 3:30 ديال اليوم.
وبالتالي بعد إلى فت الساعة بدأت كتجي مع الوحدة أنصب قديمة اللي كتزامن ولا كتجي مع الوقت ديال صلاة الظهر وخاصة يوم الجمعة وكذلك مع وجبة الغداء. وبالتالي فاليوم كنعتقد بأنه جميعا يعني عشنا واحد جوج سوايق فيها نوع من الضيق ديال الصلاة والغداء، وكان بالإمكان نتفادوا عن أقل يوم الجمعة، ولكن نتفهم بأن هناك ظروف أخرى ربما يختارها اليوم. لذلك أقترح عليكم السيد الرئيس وعلى المجلس المنقر عن أقلنا أن نزيد ديك الساعة اللي نقصت أو لا نديروها الصح. فلكم للمجلس وسع النظر في هذه المسألة هذه. كذلك غادي نمشي لمادة 11. المادة 11 كتهضر على أساس أنه يبدو رئيس المجلس جهود أعمال جهود أعمال يجدها بتعاون مع المكتب ويقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس 10 أيام على الأقل قبل ملقى الدورة. وأعتقد بأن هذا المقترح هذا فيه تناقض مع المادة 35 من قانون التنظيم 1418 اللي كتقول بأنه خص الأعضاء ديال المجلس يتوصلوا بالاستدعاءات قبل 7 أيام على الأقل من انعقاد الجلسة. وبالتالي لابد أن يكون هناك انسجام بين النظام الداخلي والقانون التنظيمي. المادة 11 هذه اللي بغيت نفهمها، ما عنديش ملاحظة ولكن بغيت نفهمها، يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين. ما فهمتش هذه، واش التعيين جاء سهوا لأنه بغيت تقصدوا حسب التعيين في الانتخاب لأن احنا الأعضاء منتخبين ماشي معينين، أو أن هناك نية أخرى، ولا ما فهمتش أنا بأنه كاين شي لجنة اللي غادي تولى الإجابة على الأسئلة واللي غادي يعينها الرئيس. في المادة 19 كذلك عندي واحد الملاحظة، هذه كنا درناها في المجلس السابق وأعتقد بأنه ما احترمناهاش لأنها يعني كانت يعني غير قانونية، لأنه هنا كنهضرو بأنه الأعضاء ديال المجلس غادي يحصلوا غير بلا نقرأ يعني الفقرات كاملة، نمشي للأخير. شريطة ألا يتجاوز هذا الأخير 15 دقيقة بعد افتتاح الجلسة. يعني كنا اليوم تجاوزنا لا اليوم تجاوزنا لأن اليوم راح نتصدر إعداد النظام الداخلي، ولكن في الدورات السابقة تعذر علينا تطبيق هذا الفصل لأنه ما يمكنش غادي تحرم واحد العضو من الحضور إلا بقانون، وبالتالي النظام الداخلي كما قلت يجب أن يكون منسجما مع القانون التنظيمي اللي هو يعني اسمه ويؤتي العمل الجماعات. المادة 22 أول جولة الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس التعاون مع تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية وإخبار أعضاء المجلس بذلك. هنايا كنفضل أنه خصنا نحددوه، كيفاش غادي يخبر الأعضاء بتغيير مكان وتاريخ انعقاد الجلسة؟ واش يوم قبل انعقاد الجلسة؟ واش أثناء الانعقاد أو يومين أو غير ذلك؟ لأن هنا في المادة 22 في الفقرة الأخيرة كنعتقد بأن ربما هذه هي الملاحظات اللي عندي، وكنشكركم على السيد الرئيس على المجهود اللي قمتم به في إعداد هذا المشروع ديال النظام الداخلي، وشكرا. السلام عليكم. دابا كي الوقت اختاريتو مع جوج ونص كنغيرو صلاة الأعضاء نظرا للظروف اللي عندكم. بالنسبة للآخر نختارو بعد اليوم كيف قالوا الإخوان؟ لا بالنسبة للإخوان أحسن يوم الجمعة. يوم الجمعة صحيح. يوم الجمعة على ما أظن هذه غير حالة خاصة لأن ما جات حتى الدورة جات شوية من الآخر ما جات وقت مستعجل، نحاول ما يمكن نختار يوم آخر من غير يوم الجمعة
لان كيف كيدير الاخوان الا الا درنا التوقيت صباحي راه كتزحمنا الصلاه، والا درنا مع العشيه واخا درنا مع الجوج ولا الثلاثه نفس الشيء، تصلي تمشي تغدى كتجي تجي مازال عاد الكرش عامر واحد يمكن يجي لها غير ضربه بالعشاء. اذا نتمنى ان شاء الله بان يوم الجمعه نحاول ناخذ واحد النهار اخر. اما بالنسبه للتوقيت كيف قال السيد الرئيس من الاحسن اننا نأخروا شويه باش يكون عندنا الاختيار كامل، واحسن توقيت يكون ثلاثه، ثلاثه راه مناسبه. هذا بالنسبه لنقد بالنسبه للسينما، بالنسبه للجلسات المفتوحه، بالنسبه للصحافه العموم الناس، بالنسبه لنا كتجي ظروف قاهره ما يتعلق بالعام وما يتعلق بالاخر، الحياه ديال الاعضاء ولا المهم كاين شي صعوبه معينه ربما طارئ يطرا، وبالتالي انا المجلس من الافضل ومن الاحسن انه يعقد جلسات مغلقه، وبالتالي لا يحق للعموم مثلا المجلس قال كوفيد كورونا انه من الصعب نجم هذا يجتمع في واحد القاعه يعني ما غاتكون تفضل ما تسمحش لواحد النسبه ديال الساكن انه يحضر جلسات علنيه بالنسبه للمجلس الجماعي، وبالتالي كنعتقد بانه من الضروري انه تكون جلسات يعني غير مفتوحه للعموم فيها مصلحه لا سواء للمجلس ولا للسكينة. شكرا سيد الاعضاء، شكرا الرئيس. بالنسبه للتوقيت دابا الساعه ديال لان حنا كاين الساعه ولكن بدل من الجمعة يكون الخميس أحسن، يوم الخميس كان جايين الشركي مين على يوم الجمعة عشان غادي يدير الجمعة يوم الخميس نخلو الساعة جوج ونص نقطة مزيانة كي غاصلة لا والو. وشكرا السيد الرئيس على الهضرة. شكرا مجددا السيد الرئيس. راه ما يمكنناش غادي نصدقوا ولا نخاو النظام التحكيمي بلا نهضروا القانون التنظيمي 14113، لان هذا يفسي ويكمل القانون التنظيمي. راه الجلسات اطرها قانون، الجلسات او الدورات العاديه تكون في ثلاثه دورات في ابريل وفي ماي وفي اكتوبر، وتكون في الاسبوع الاول، هذا بحكم القانون، والقانون كيلزمنا اننا نحددوا الوقت ديال الجلسات والساعة ديال افتتاح الجلسة واختتام الجلسة، ولا يلزمنا باختيار اليوم، لأن ملي كنهضرو على يوم الجمعة أو يوم الخميس راه خصنا نستحضرو بأنه الأسبوع الأول من الشهر، كيفاش غتجي لينا هاد الخميس؟ مايمكنليناش غادي نختارو اليوم، فقط غادي نختارو الساعة والمدة الزمنية ديال الدورة، واليوم غادي يختارو السيد الرئيس والمتابع على حسب الأجندة اللي غادي تكون عند السيد الرئيس في الأسبوع الأول، وبالتالي ما يمكنناش نقيدوا راسنا بيوم الجمعة والخميس. لا يمكن معرفة اليوم. لذلك فاحنا غير ملزمين باش يعني نختاروا اليوم، هذا اختيار غادي يبقى لكم ولمكتب لكم السيد الرئيس، ولكن فقط نختاروا الساعة، وأنا كنعتقد كمقترح ديالي 3:30، لأن دابا راه قال يعني الزمن ما بقاش كيتغيروا الصيفي والشتوي، فبالتالي كنعتقد بأن 3:30 يعني مناسبة، أو لا صباحا 10:30. بس المقارنة بصورة القرار. أما فيما يتعلق بالجلسات العامة، الجلسات المفتوحة للعموم، فهذه قاعدة، هو أن الجلسات ديال الجماعة تكون يعني مفتوحة للعموم، واستثناء يمكن أن تكون جلسة مغلقة. وهنا ولا بغيتي سمحتي لي السيد الرئيس نذكركم بأنه كاين بعد واحد الخلل في تطبيق القانون، هو لأن كنميزوا ما بين الدورة المفتوحة للعموم والدورة السرية، وكاين كذلك الدورة عمومية ولا يسمح بتغطيتها، لأن اليوم الإخوان الصحافة مشكورين على نقل ما يدور في أشغال هذا المجلس لتمويل الرأي العام، ولكن فعندنا اليوم خلل، لأن مواقع التواصل المواقع الإلكترونية أو الصحافة بشكل عام لا يسمح لها بتصوير وتغطية الجلسة إلا بإذن من المجلس، والرئيس في افتتاح الجلسة تبقى القانون كيطلب من الاعضاء واش غادي يسمحوا بتغطيه وتصوير هذه الجلسه للصحافه، ويمنع على العموم انهم غادي يصوروا.
بالتالي فهذا ربما سهم، ولكن في خير لأننا نحن دائما منفتحين على وسائل الإعلام ونؤمن بدورها في تنوير الرأي العام ونقل الحقيقة وما يجلس إلى المواطنين. ولكن فالقاعدة هو أن الجلسات مفتوحة للعموم، واستثناء كما قال أخ بندير ربما تكون ضرورة أنها تكون جلسة مغلقة أو سرية لظروف معينة. وحنا عشنا جائحة كورونا واللي مازال كنعيشوها واللي كنتبوا بالمناسبة الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء، فبالتالي فهذه المسألة راه كيبقى لها القانون. وكذلك حق الحصول على المعلومة كنعتقد أنه لا داعي أننا غادي نشيروا لها في النظام الداخلي، لأن هناك قانون يعني ديال حق الحصول على المعلومة فيه مجموعة من البنود ويؤثر وينظم العلاقة ديال المواطن بالإدارة وكيفاش خصو يقدم هذا الحق وكيفاش الإدارة غادي تحمي كذلك الأسرار والحقوق ديال الأغنياء. شكرا لكم سيدي الرئيس. بالنسبة لسي محمد، بالنسبة للقانون الداخلي الحالي كنعتبروا بحال ما عندناش القناعة، تنصدقوا عليه ديك الساعة نكونوا ملزمين بتطبيق القانون الداخلي. مثلا نحن أمام دراسة هذا المشروع القانون الداخلي، وبالتالي عند المصادقة نحن حينئذ نلتزم بتطبيق بنود هذا القانون الداخلي. بالنسبة للصحة، بالنسبة ما قلتش القانون الداخلي، القانون ما عندوش ما يطبقش، ما قلتش القانون الداخلي. بالنسبة للجلسة العلنية ولا سرية، بالنسبة لنا عندما نقول أنه جلسة سرية يعني مغلقة، يعني حتى بالنسبة للصحافة نرجع لأن مقتصرة على فقط، وبالتالي وسائل الإعلام لا يحق لها أن تحضر جلسات غير مفتوحة للعموم، لأن بالنسبة للصحافة تعتبر من عموم الساكنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه. السيد الرئيس المحترم، السيد المفتي العام للمغرب، السادة والسيدات أعضاء المجلس، السادة الحضور الكرام، إخواني مفتي المنابر الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله. قبل الشروع في الحديث عن إحدى النقاط الخاصة بهذا النظام الداخلي، لابد أن أقول بأنني دوري أهني الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الجدد أو القدامى على كسبهم ثقة المواطنين الذين صوتوا من أجلهم بتمثيلهم في هذا المجلس الجماعي. وما هذه التمثيلية إلا هي مسؤولية عظمى وجسيمة كبرى، من الواجب علينا أن نحترمها وأن نؤديها على أكمل وجه. قد سبق علينا أن افتتحت هذه الجلسة بتلاوات آيات بينات التي تذكرنا بعظم شأن الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، أمانة عظيمة وأمانة جسيمة تنتظرنا جميعا كإخوة وأخوات أعضاء المجلس المحترمين. كلنا مسؤولون اليوم على أزيد من 40,000 نسمة، أي بمعنى أنه من الواجب علينا أن نمثلهم أحسن تمثيل ونأخذ بمشاكلهم ونسمع إلى ما يعانونه من مشاكل في شتى المجالات وفي شتى القطاعات، ونحاول أن ندافع عن حقوقهم قدر المستطاع. فما علينا نحن اليوم إخواني أخواتي إلا الجهد والاجتهاد والصبر والمصابرة وأن نقوم بواجبنا. ليس هنا فرق بين الأغلبية ولا من هم خارج الأغلبية، ولا أريد أن نسمي معارضة، كلنا إخوة، كلنا مسؤولون، كلنا أعضاء. ما علينا إلا الجهد والاجتهاد، فأبواب الجماعة مفتوحة للجميع، لا في حق وجه المواطنين ولا في وجه الأعضاء. وكلنا إن شاء الله تعالى نيتنا خالصة وصادقة هو أن نخدم أبناء هذه الجماعة التراثية. صلى الله عليه التوفيق والسداد جميعا. فيما يخص الملاحظات في هذا الذي هو في الحقيقة ما زال مشروعا، النظام الداخلي ما زال مشروعا، لم تتم المسابقة عليه لحد الساعة، إلا أنه ينبغي لنا كما ذكر السيد المستشار المحترم قبل قليل أنه ينبغي لنا نتقيد ببعض القوانين التي جاءت في قانون 113 ولا نخرج عليها. السيد محمدي وذكرنا ببعض